أميرة مغربية هي ابنة ملك وأخت ملك وحفيدة ملك، هي أول مطلقة في العائلة الملكية المغربية، وهي الأميرة العصرية اللي تجرأت على كسر تقاليد القصر الملكي. أميرة استثنائية بالحضور ديالها والغياب ديالها، جمعت كل الصفات المتناقضة، هي حنونة وقوية، وسموها المغاربة بالمتمردة المدللة. عاشت طفولة استثنائية من بين جميع شقيقتيها، وهي أول مولود للملك الراحل الحسن الثاني الله يرحمه. وهذه الأميرة هي صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم. فشنو هي أسرار ديال حياة الأميرة المغربية للا مريم، وشنو هما الأسرار ديال الزواج ديالها والطلاق ديالها، وكيفاش تمردت على القصر المغربي وكسرت القواعد والتقاليد القصر الملكي؟ هادشي كامل غادي نعرفوه في هذا الفيديو، فما عليك غير تتبع الفيديو حتى التالي باش تعرف كل شيء. الأميرة للا مريم كانت هي أول مولود للملك الراحل الحسن الثاني نهار 26 غشت سنة 1962، وتولدت في روما بإيطاليا فاش كان الملك الحسن الثاني هو والزوجة ديالو لطيفة كيدوزوا العطلة ديالهم تما. فاخطفات قلب الملك الراحل الحسن الثاني بسبب انها هي المولود الاول ليه، وسمها لالا مريم. ومن بعد الولادة ديالها بسنة واحدة، الام ديالها لالا لطيفة غتولد ولي العهد المغربي الملك محمد السادس. ومع ذلك لالا مريم حافظت على المكانة ديالها كطفلة القصر المدللة. بدات لالا مريم الدراسة ديالها في المدرسة المولوية والمعهد الملكي داخل القصر الملكي، وتربات على الطريقة المخزنية الاصيلة، ودوزت معظم سنوات الطفولة ديالها داخل جدران القصر الملكي. ومن بعد سنوات الدراسة ديالها في المدرسة المولوية انتقلت لجامعة محمد الخامس بالرباط، ومن بعد غتمشي تكمل قرايتها في أمريكا، ومن بعد عدة سنوات غتسالي الدراسة ديالها وغترجع للمغرب. فعينها الملك الحسن الثاني رئيسا للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، فبدا الشعب المغربي كيلاحظ التواجد ديال الأميرة لالا مريم أكثر منذ قبل. وكانت الأميرة معروفة بالإطلالات ديالها المميزة والحضور القوي. ومن بعد سنوات قليلة غادي يعد القصر الملكي رسميا خبر خطوبة الأميرة لالا مريم من الشاب فؤاد الفيلالي. وهذا الزواج كان تقليدي بحيث أنها كان من تخطيط العب ديالها الحسن الثاني اللي زوج بنته والابن الصديق ديالو اللي هو فؤاد الفيلالي اللي كان مصرفي في ويل ستريت في أمريكا، والأب ديالو هو عبد اللطيف الفيلالي الوزير الأول للملك الحسن الثاني وواحد من أقرب المقربين للملك الراحل الحسن الثاني. تعرف الحسن الثاني على فؤاد الفيلالي في زيارة له للقصر، فتعجب الملك بالشخصية ديالو والنجاح ديالو، وهادشي اللي لاحظوه جميع الحاضرين، حيت قليل اللي كيثير اعجاب الملك الحسن الثاني والاهتمام ديالو، لدرجة انها طول الهضرة معاه. ومن بعد بدات الزيارات كتزاد ما بين العائلتين باش تقدم عائلة الفيلالي رسميا لطلب يد الاميرة لالا مريم اللي كان مازال في عمرها انذاك 21 سنة للشاب فؤاد الفيلالي اللي كان مازال عنده 27 سنة. ومن بعد عدة ايام غتشوف مدينة فاس المغربية زواج اسطوري اللي تقام على الطريقة المغربية الاصيلة، فتزينت مدينة فاس كاملة، ولبست الأميرة لالا مريم قفطان مغربي مطرز بخيوط من ذهب ومزين بالعديد من المجوهرات الملكية، وتوزعت العديد من المأكولات والهدايا على الفقراء والمحتاجين. وفي سنة 1986 عين الحسن الثاني زوج بنته فؤاد الفيلالي كمدير شؤون لشركة أونا المغربية، وهي المجموعة الاقتصادية الأولى بالمغرب كشركة قابضة متعددة الأنشطة اللي كتمتلكها العائلة الملكية المغربية. وبحكم تجربة فؤاد في هذا المجال قدر يحول هذه المجموعة لإمبراطورية عملاقة اللي ساهمت بزاف في تطوير الاقتصاد المغربي وبتوفيرها للعديد من فرص الشغل والانفتاح للأسواق الخارجية. ونهار 3 أبريل سنة 1986 غادي ترزق الأميرة لالا مريم بمولودتها الأولى، واللي هي أول حفيدة للملك الراحل الحسن الثاني اللي سماها باسم لالا سكينة، باش تخطف لالا سكينة المكانة ديال الأم ديالها في قلب الحسن الثاني، فكانت هي المدللة ديالو اللي تعلق بها لواحد الدرجة كبيرة، لدرجة أنه بنى مسجد كامل على الاسم ديالها بمدينة الرباط، مسجد لالا سكينة. وفي كل عيد ميلاد ديالها كان الحسن الثاني كيهديها ألماسة على شكل لهب وزيدها العديد من السيارات الفاخرة، وكذلك كانت هي اللي عندها أكبر سلطة في قرارات الجد ديالها الحسن الثاني داخل القصر. والحسن الثاني كان معروف بالشخصية القوية والصارمة ديالو وما كيتراجعش على القرارات اللي كيتاخذهم. ولكن لالا سكينة واخا كانت صغيرة ولكن كانت هي الوحيدة اللي كتقدر تدخل وتطلب أي حاجة بغات، بحال أنه يعفو المخزنية اللي معاقبين أو للموظفين اللي تفرضت عليهم إجراءات تأديبية. وحاليا الأميرة لالا سكينة عندها 36 سنة وعاشت مع الأم ديالها والخال ديالها محمد السادس قبل الزواج ديالها من السيد مهدي الركراكي، وهو رجل أعمال وصاحب شركة تكنولوجية وكين حاضر من عائلة عريقة، بحيث أن الجد ديالو كان هو المدرس للغات العربية للأمراء والأميرات داخل القصر الملكي. ومن بعد سنوات قليلة من الزواج ديالهم غادي ترزقوا بتوأم اللي سموهم بآية والحسن،
أيضا الأميرة لمريم ترزقت بالمولود الثاني اللي هو الأمير إدريس نهار 2 يوليو سنة 1988. هو حاليا رجل أعمال وفي عمره 34 سنة، مزوج وعنده جوج ديال الأولاد وما كيبغيش يبان بزاف تحت الأضواء ديال الإعلام، وكيعيش حياته بهدوء وكيركز فقط على الأعمال ديالو، وهذا الشيء من خلال شركتين اللي كيمتلكهم تحت اسم شركة AMG. والأميرة لمريم واخا كانت عندها مسؤولية كبيرة ديال العائلة والأطفال ديالها، ولكن واخا هكا ما منعتهاش باش تكمل الأعمال الخيرية، حيت كانت الأميرة من أشد المهتمين بحقوق المرأة، وهي أول منخرطين والمطالبين بالمصادقة على الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل. وأيضا كلفها الأب ديالها باش ترأس مؤسسة محمد الخامس للمغاربة المقيمين بالخارج، وترأسات الجمعية المغربية للدعم ومساندة ليونيسيف والمرصاد الوطني لحماية الطفل، وأيضا مؤسسة الحسن الثاني لقدماء المحاربي. فكانت هي أكثر الأميرات اللي كتبان للإعلام المغربي، فعشقها الشعب المغربي وكانت عندها مكانة خاصة في قلوب المغاربة. وفي سنة 1997 غيتفاجئوا المغاربة بقرار ملكي رسمي اللي كيعلن بطلاق الأميرة لمريم من الزوج ديالها فؤاد الفيلاري. فتصدم الجميع من هذا الخبر، حيت كانت هي المرة الأولى اللي غيتطلق فيها أميرة مغربية من الزوج ديالها في تاريخ المغرب، وبجرأة كبيرة منها قدرت تكسر قواعد القصر الملكي لأول مرة، فغيرت بهذا الشيء تقاليد القصر للأبد، وبينات الجانب الثاني من الشخصية القوية ديالها كأميرة عصرية ما كتتبع حتى شي قواعد. وهي أيضا أول أميرة كتكسر تقاليد الملكية اللي كتتعلق بتسريحات شعر الأميرات، وهذا الشيء فاش قررت الأميرة باش تبدل التسريحة ديال الشعر ديالها من تسريحة عادية لتسريحة عصرية بأسلوب اللي كتبت الأميرة البصمة ديالها العصرية المختلفة، وفرضت شخصيتها المتميزة داخل المغرب باش تولي هي رمز تحرر المرأة المغربية اللي ما كتقيدش بحتى شي قواعد كيف ما بغات تكون. فبدا الشعب المغربي كيشبه شخصيتها بشخصية الأب ديالها القوية، وقدرت تبدل نظرة المجتمع للمرأة المغربية المطلقة، ولا كلشي كيهضر على قوة التأثير ديالها على المرأة المغربية، وهذا الشيء اللي فهمه الأخ ديالها محمد السادس اللي عينها رسميا رئيسا لاتحاد النساء المغربي، وساهمت بشكل كبير بتخلص النساء من القواعد القديمة وكانت رمز للمرأة المتحررة. فطورت من الأعمال ديالها داخل المغرب وخارج المغرب، وكانت هي الوجه الإعلامي للأميرة القصر المغربي ذات الشخصية الاستثنائية والقريبة من الشعب ديالها، وكيف ما أكدوا المقربين منها على التواضع ديالها والحب ديالها للسفر والحياة البسيطة، وكيعتبروها المغاربة رمز للمرأة المتحضرة العصرية اللي كتعرف مزيان الحقوق ديالها والحريات ديالها، وفي نفس الوقت كتحترم الأصول ديالها بأسلوب رزين ومحسوب. فشنو هو الرأي ديالكم على الأميرة المغربية لالة مريم؟ وكيفاش كتشوفوا الشخصية الاستثنائية ديالها؟ واش فعلا كان عندها فائدة على الشعب المغربي أو العكس؟ خليو لنا الرأي ديالكم لتحت في التعليقات، وشوف معاك هذا الفيديو وأنا متأكد باللي راه غادي يعجبك.